عايزين اي خدمات؟ في دولة الحضارات القديمة والمصريين القدامى القاهرة، واحدة من أكثر المدن ازدحاماً بالعالم وأكبر مدينة عربية بعد السكان والمساحة. السلام عليكم مرة السلام أهلا وسهلا فيكم مصر يا إخوان. إحنا وصلنا على القاهرة، أول فيديو في القاهرة مع كريم حبيب قلب. لنبدأ؟ يلا بينا. جولة جاهزة؟ Let's go. Let's go. طب تعال نحكيها بالمصري. الفيديو بتاعنا هيبقى من مصر. هيبقى من مصر. ونفسي يلعب مرة الزهر، وانا كل ما اجيب قرشين فجأة يدعو ماسكني الفار. لما تسمع بمصر بيجي مخيلتك مباشرة الطيبة والابتسامة. زاوية الحمراء. ايه انت اللي جابنا نقلبه هنا؟ يا عم الراجل ضيف هنا يا عم. لا احنا مفيش تصوير هنا. اسمي دبة، مولود هنا في الزاوية وساكن هنا في شارع احمد حشاش. هنا يمكن عشان الافلام والمسلسلات العربي عامة بتطلع صورة يعني شبه ان المناطق الشعبية دي هي البلطجة والكلام ده كله، لكن في الحقيقة انت بتيجي تقعد عادي جدا مفيش اي مشاكل. لا والله هو بس المسلسلات والافلام بس هي اللي بتدي فيدباك عننا وحش، بس هو احنا عكس كده خالص. Just landed at Cairo International Airport. The local time is 5:20. واحنا مناطق غير اعتيادية مش كثير ناس بتدخلها، كنا نشوفها فقط في المسلسلات والافلام. ما ننسى كيف الأكل مميز في مصر. سبعة تراي سبعة تعال. هنجرب هاي عربية إخوان، هاي أول عربية هنجربها في الزاوية الحمراء. خلنا نطلع على التلفزيون أنا كمان. روح بس روح للصورة تطلع محروقة روح. إحنا أول حاجة نعملها دلوقتي إحنا هنفطر. أول إشي لازم نجرب الفطور هون أول ما توصل على الحارة الشعبية. عشان تطولك كده تمسك نفسك. أوكي. أكلات شعبية هون في المنطقة. طبعاً أنتوا دائماً تعرفوا الفول إخوان، الفول مو وين طلع؟ من هون. يعني تاكل الفول في مصر. شو شعورها؟ تبسط. المنطقة شعبية. سبعة تراي سبعة. الفول؟ آه. حط ملح لا؟ آه. حط زيت كمان آه. سبعة ترايس. جامد. حبيبة سمسي. صوروها وهي قاعدة. تحس ان انت عايش جوه اهلك. عايش مع اهلك في نفس المكان. ان شاء الله يا بطل ابعت. تعالى. واو. اسمها واو. فول واو. جامد. جامدة. نعمل ايه؟ فول جامد. نعمل واحد ثاني طيب بسرعة. رهيب رهيب. سياطني. سريع سريع كثير لما إيه يعمل لك الحين يا باشا انفع يعني سندويش البطاطا مع سندويش الفول طبق انا طلع اهو اوكي هسه حاليا يا اخوان راح نجرب الفول لاول مره في مصر وين في افضل منطقه يعني المنطقه الشعبيه وين بيطلع منها الفول بطريقه مختلفه عن المحلات طبعا يعني هيك شعبيه سمي وديها ما احكيش كثير ها سمي وديها على جرب بقى كده ايه بص قلبه شويه كده جرب بقى سمي اللوز فيها سمنه وايش زي طعمها مختلف ده زيت حار طعمها زاكي مختلف عن الفول العادي طبعا حاجه بتفوقك كل يوم الصبح ها احسن من ستاربكس انت كل يوم تفطر فول كل يوم فول وطعميه الطعميه دي بقى مختلفه عن الفلافل هاي الفلافل مش بالحمص بتنعمل بالفول يعني كل شيء فول هون تعال يا ابن الجنية تعال وبتخلط كده يخلط فول بفول جرب بقى بسم الله الرحمن الرحيم فلافل فول هلا بيك منور الزاوية الحمراء وانت يعني ده انت اللي نورت الزاوية انا منورها الواحد أربعة بيبس بيحكوا هون للبيبسي بيبس بيبس لما تيجي تطلب بقول له أربعة بيبس خلص لحالهم بفهم
دلوقتي ممكن ناكل كشك. كشري؟ اه اكله مصريه اصيل. في ناس بيحكوا انها هنديه. اه ده بقى جدال ممكن نخش فيه نشوف هل هي هنديه ولا مصريه. اي هنديه ولا مصريه؟ اه هي مصريه. هي على ما اعتقد مصريه. مصريه. اوكي يا اخوان، هسه حاليا احنا راح نجرب الكشري، مطعم رقم 2 في المنطقه. في نفس المنطقة الشعبية في مطعم اسمه الامبراطور، هسه راح نجرب فيه الكشري، الكشري في مصر، تخيلوا كيف ناكل احنا حول العالم، هسه راح نجربه في مصر، المكان الأصلي. 10 قليل على الفرش. أوه. عايز أطلع في الكاميرا. دي الكشري ده أكلة شعبية عندنا زيها زي الفول. الكشري ده بقى جو مكون من عدس ومكرونة ورز وحمص. وطريقة اكلها بقى مثلا بتحط الصلصه الاول، بتحب الكشري سبايسي بتستخدم الشطه، والشطه دي حراقه جدا فهتخاف منها يعني، فبحط حبه صغيرين كده عشان ما احوحش. النكهه فيه البهارات، الثوم مع الليمون هذا اسمه الدقه. اه هو عامل سر الشطه كمان زاكيه، بقول لك هاي الشطه السودانيه. حبيبي كده وغلى على صحه متى، قول له ازيك يا عمو. ده السوق الشعبي بتاع منطقة الزاوية الحمراء. اوكي يا اخوان، هسه حاليا احنا دخلنا على السوق الشعبي في الزاوية الحمراء، قضينا اليوم كامل تقريبا ولسه نكتشف فيها، منطقة كبيرة هي. واهم من السوق كل الناس اللي موجودة في السوق دي ناس غلابة جدا 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 وبسطة جدا جدا، وما بتستغلش لا ظرف ولا بتستغل حاجة، بل بالعكس ده هو بيبيع بأرخص ثمن عشان يحاول يكسب والحاجة بتاعته ما تباتش، وفي نفس الوقت بيراضي كل اللي حوالين منه، لأن احنا كلنا مع بعضينا الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. المنطقة بتاعت الزاوية الحمراء دي كلها خالية من جميع المشاكل، دي أهم حاجة. زي عيلة واحدة. اه يعني زي أسرة واحدة، خالية من ممكن نختلف لكن ما فيش مشاكل. وبالليل في مصر الناس كلها بتطلع والكل بروح على المطاعم، ثقافة الأكل بالليل جدا قوية في القاهرة. هذا المطعم اسمه زيزو النتانة. ليش؟ لأنه عادل إمام حكى عن المطعم هذا فانشهر بهذا الاسم. هو اللي بدأ حاجة اسمها سندوتش كبدة اسكندراني وسجق اسكندراني، هو أشهر ملك الكبدة مثلا هنقول كده، بس هو ما كانش بيحب الألقاب على نفسه. دي الحاجات دي ما ينفعش برضه تصبر عليها، لازم يعني على طول تيجي تاكلها على طول. ده سجق اسكندراني ودي كبدة. اوكي هسه راح نجرب الكبدة عند زيزو نتانة. شو اسمها؟ سكالانس. حلاوة حنية وقشطة وعسل، ومفروض احيانا بيحطوا مربى بس هنا مش حاطين مربى. سكالانس رهيبة. سندويش السكالانس، اسألوا عنها في مصر. اوكي اخوان هسه حاليا احنا راح نجرب الحواوشي، اذا انت في مصر لازم تجرب هاي الاكلة، وتطلعوا كمية الناس عند المحل كلهم جايين عشان الحواوشي. زي الفول والطعمية كده في الشهرة، بس دي حاجة ودي حاجة طبعا. من أهم الأكلات الشوارع، طلعوا زي العرايس بالضبط يعني نسخة ولكن اسمها حواوشي. وشفتوا كمية الناس؟ جرب. زحمة يا دنيا، زحمة 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 وتوه الحبايب. احنا هنضلنا في مصر ناكل على طول، احنا جايين ناكل. مشوية طعمها زي العرايس ولا مختلفة؟ تقريبا، بس اللحم طعمها مختلف. taste worth dying for، يعني طعم يستحق الموت عشانه. اوكي اخوان هسه حاليا احنا دخلنا على مطعم مش شعبي ولكن مشهور جدا في مصر. احنا في مصر يعني مشهور قوي ان احنا بنحب الفرايد تشيكن. النهارده هنجرب KFC. بس ما بتحبوا KFC لوكال؟ مش KFC لوكال، اه بنحب نجرب حاجات ثانيه. النهارده احنا هناكل هارت اتاك. هذا الاسم يا اخوان إذا بتعرفوا لاس فيغاس في عندهم تحدي. It's aptly named the Heart Attack Grill. أكبر برجر. أكبر برجر صح؟ ويقول لك إن هو ممكن في ناس بتصاب بمشكلة في القلب لما بتاكل البرجر ده، فهم حاطين حتى إسعاف بره المحل عشان لو حد حصل له حاجة. هون ولا هناك؟ لا هناك. لاس فيغاس. راح يكون تحدي تشيكن. تشيكن. كمية تشيكن مش طبيعية يعني KFC أوف إيجيبت. سر هارت أتاك؟ الكواليتي. سر هارت أتاك إن إحنا تقريبا الوحيدين في مصر بنشتغل ديلي، احنا بنذبح الفراخ يوميا. الفراخ الموجوده اللي هتاكلها النهارده هي النهارده مش مجمده، مش زي اماكن كتير قوي بتشتغل فرايد تشيكن، هي بتشتغل على المجمد. وبنتكلم ان انت هتلاقي قطعه الفراخ هي قطعه فراخ حقيقيه كبيره، لان احنا بنشتغل 1400 كيلو، الكيلو الفرخه واحده 1400 جرام. دخلنا لون مصريين علشان دايما زي ما بقول لك كده القلب قريب من المعده، فانت معده الناس عندنا حبت اكلنا قوي، حبت فكره النافوره، حبت قوي ان الفرايد تشيكن طعمها مختلف، التتبيله مختلفه، الكواليتي لما تفتح كده قطعه الفراخ وتيجي تدوقها حقيقه هتكون مختلف، خلي قلبك كله يتحرك وهوب كده يلا البولز تضرب دم دم بام يعني. بس الكل
الكل راح يتاكل يعني راح نعزم الكل عشان ياكل هذا الاكل ما في شيء راح يروح هيك او ينكب يا اخوان هذا بوس ايوه هذا بوس هسا راح نجرب القنبلة يعني النهاية هاي نهاية اليوم بعد ما تاكل كل شيء بتيجي هون تقضي عليك تدمر ليش اسمها القنبلة؟ عشان فيها كل حاجة ممكن تدمر الحياة فانت عندك بسبوسة عندك موز عندك قشطة عندك مانجا عندك فراولة كنافة رز بلبن بسبوسة كنافة تفاح موز عصير مانجا عصير فراولة قشطة هذا اشهر مطعم او اشهر محل في عبدين اسم المحل كرنك اسم الاكل كرنك ولا القنبلة قنبلة اشهر من يعمل قنبلة هيك اسم القنبلة بس يلا نديها جرب القنبلة بص بقى حاولت ايه تاخد ميكس استنى طلع زي الكوكتيل يعني فهمت كيف بس ايش قوية جدا لما بقى احمد حسن وزين ايش طب تلعب دور بقول لك فيها كنافة جوا هي دي القنبلة اخذ محل الحين النهاية دي النهاية اوكي يا اخوان هسه حاليا احنا طالعين على المطار بنودع مصر وان شاء الله نرجعكم بالشتاء ان شاء الله لما تكون الاجواء احلى كريم حبيبي توحشنا يا جو شكرا شكرا عن جد على وقتك وعلى كل شيء قدمته نورت مصر حبيبي والله ان شاء الله تيجي بس منور باهلها والله قويه كمان ما قصرت ابدا وان شاء الله بتزورنا وين ان شاء الله الاردن ان شاء الله باذن الله اكيد شكرا ما قصرت كريم حبيب. ومحمد هادي حبيبي ما قصرت هلا ولا تنسوا تشوفوا كمان قنواتهم تحت في الديسكريبشن كريم محمد هادي طالع على المطار هسه حاليا نشوفكم قريبا سلام